أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يعقد في 10 مساء اليوم الاجتماع الأمني لمباراة الأهلي مع الترجي التونسي التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل في مستهل مباريات الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع كل من محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي وكذلك محمود حزين وعلاء صلاح مدير أمن النادي على أن يقام الاجتماع في مديرية أمن الأسكندرية ويناقش الاجتماع جميع الترتيبات الأمنية والتنسيقية بمباراة الأهلي مع الترجي، فيما عقد مرجان اجتماع خاص أمس مع مسؤولي شركة فالكون المسؤولة عن بيع وتسليم تذاكر المباراة وتأمين اللقاء وفقا للاشتراطات الأمنية. أكد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي أنه أغلق ملف مباراة الأسيوطي التي أقيمت أمس الاثنين على ملعب السلام في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، مشيرا إلى أن البطولة انتهت والتفكير حاليا سيكون منصبا على بطولة إفريقيا، فيما شدد المدير الفني للأهلي على أن بطولة الدوري أبطال أفريقيا هو الحلم الذي يبحث عنه الجميع داخل النادي، مؤكدا أنه لا مجال للتفريط في هذا اللقب رغم التحديات التي تواجه الفريق، وطالب المدير الفني بإغلاق ملف الحديث عن مباراة الكأس بسبب ضيق الوقت، مؤكدا أن الفريق أمامه مباراة في غاية القوة أمام بطل تونس وعلى ثقة تامة في جميع اللاعبين لتحقيق الفوز وتجاوز الكبوة. يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في 9 صباح غدا الأربعاء استعداداً لمواجهة الترجي التونسي ببطولة أفريقيا، فيما منح الجهاز الفني للاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد مواجهة الأسيوطي أمس في دور الثمانية بكأس مصر. وقرر الجهاز الفني الدخول في معسكر مغلق غدا بالأسكندرية استعداداً للقاء على أن يخوض مرانه يوم الخميس على ملعب الفرعي ببرج العرب. ينتظم سعد سمير مدافع الأهلي تدريجيا في التدريبات الجماعية للفريق ابتداء من الغد بعد تعافيه بشكل كبير من إصابته بكدمة في الركبة والتي لحقت به في مباراة الزمالك بالدوري العام. وأوضح الجهاز الطبي للفريق أن سعد سيخضع لفحص طبي إضافي بعد نيران الغد للتأكد من تعافيه بشكل نهائي من آلام الركبة، وبالتالي الدخول في حسابات الجهاز الفني للمباراة المقبلة في حالة جاهزيته طبيا. ينتظم غدا المدافع التونسي علي معلول في تدريبات النادي الأهلي بعدما تعافى من إصابته بكدمة في الكاحل والتي تعرض لها خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة الأسيوطي. ويعد معلول أحد الحلول حسام البدري المدير الفني للفريق والوارد الاعتماد عليه في المباراة المقبلة، خاصة بعدما خضع لفترة تأهيل طويلة بعد إصابته مع المنتخب التونسي في المعسكر الأخير. تلقى النادي الأهلي خطاباً رسمياً من نادي الترجي التونسي يفيد بوصول بعثة الفريق التونسي غداً الأربعاء إلى مطار برج العرب على متن طائرة خاصة. وخصصت إدارة الأهلي أحد الإداريين بفريق القرى لمرافقة بعثة الترجي أثناء فترة إقامتهم في مصر وتلبية كافة مطالبهم، وذلك في إطار العلاقة الجيدة التي تربط الناديين الشقيقين. We'll be right back.
أعلن الجهاز الفني لنادي الترجي التونسي قائمة اللاعبين التي ستواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وتضم القائمة 21 لاعباً وهم معز بن شريفية، علي الجمل، سامي حدربالي، أمين المساكني، حسين الربيع، أيمن بن محمد، شمس الدين الذوادي، خليل شمام، فرانكوم، فرانسيس كوليبالي، وغيلان الشعلالي، محمد علي منصر، وسعد بقير، وأنيس بن حتيرة، وأنيس البدري، ياسين الخنيسي، يوسف البلايلي، بلام المجري، آدم الرجايبي، وهيثم الجويني، وماهر بالصغير.